إذا بطبيعة الحال فمهرجان تمازيرت ينظم في دورته الرابعة بمدينة إيمو الزركندر، ويأتي هذا المهرجان في إطار يعني خلق أرضية للإبداع الفني والثقافي لفائدة شباب مدينة إيمو الزركندر، وأيضا للانفتاح على الفنانين المحليين والوطنيين. والهدف من تنظيم هذا المهرجان هو إبراز الموروث الثقافي المادي واللامادي الذي تزخر به المنطقة، وفي نفس الوقت أيضا يعني إعطاء مساحة للشباب وفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم الثقافية والفنية. طبيعة الحال المهرجان ككل سنة يستقبل مجموعة من الفرق المسرحية من كل ربوع المملكة، وهذه السنة نستقبل مجموعة من الفرق من بينها فريق مسرحي من مدينة الحاجب، وأيضا فريق مسرحي لمسرح سفر لحسن المعروفة بحكاية سيرورة وبطلها الفنان حسن ميكيات، اللي غيكون حاضر معنا غدا إن شاء الله في عرض مسرحي بمدينة إيمو الزركندر على الساعة 6:00. وأيضا هذا المهرجان يعني كتخلو واحد المجموعة ديال الوقفات التكريمية لفائدة مجموعة من الفنانين محليين ووطنيين، لأن دائما نحاول أن نمزج ما هو محلي ونعطي القيمة لما هو محلي، وأيضا نحاول أن نستقطب مجموعة من الفنانين على المستوى الوطني لإبراز هذه المدينة ولإضفاء إشعاع على هذه المدينة، حتى يعني إن شاء الله أن تصبح الثقافة والفن رافعة للتنمية ومحركة ومنعشة للاقتصاد بمدينة إيمو الزركندر. أيضا هذا المهرجان صراحة لم يكن ليكون بهذا النجاح لولا مساندة السلطات المحلية والسلطات الإقليمية على رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة بإقليم صفرو، وأيضا السيد رئيس المجلس الجماعي لإيمو الزركندر السي مصطفى الخصم، وأيضا وزارة الشباب والثقافة والتواصل الذي نشكرهم يعني بحرارة على منحهم ثقة لهذه الجمعية الشبابية لتنظيم هذه التظاهرة التي الآن أصبحنا نراها تظاهرة الأطلس المتوسط وليست فقط تظاهرة لمدينة إيمو الزركندر. وحنا شفنا في الدورة السابقة ديال المهرجان واحد التوافد كبير جدا المهرجان، هاد السنة أيضا لاحظنا واحد الاستقطاب كبير ولاحظنا واحد الحضور كبير ديال الجماهير وديال الزوار لمدينة إيمو الزركندر خصيصا لمشاهدة ولمتابعة فعاليات مهرجان تمازيرت. أيضا مدينة إيمو الزركندر كما قلتي تزخر بمجموعة من التقاليد والأعراف والموروث الثقافي المهم، من بينها فن أحيدوس، وأيضا المنطقة فهي يعني تتميز بطابعها الأمازيغي، وساكن مدينة إيمو الزركندر دائما مرحبة بكل زوارها من كل ربوع المملكة من طنجة إلى القويرة العزيزة. إذن مدينة إيمو الزركندر تفتح أبوابها لكل الزوار، ومهرجان تمازيرت يمد جسور الثقافة والفنون لساكنة مدينة إيمو الزركندر. نعرف بأن الثقافة والفن يعني في الغالب تكون يعني في المدن المركزية، الرباط، الدار البيضاء. المهرجان الهدف منه هو أن نقرب الفن، أن نقرب المسرح، أن نقرب الثقافة من ساكنة مدينة إيمو الزركندر، لأن الثقافة حق للجميع.